كانت اليوم بروفا جنرال لنص مسرحي اسمه اعترافات زوجية للكاتب الفرنسي إيريك إيمانويل شميت، دراماتورجية أنا عكاش، طبعا بنقول سينوغرافيا ريم شمالي ونزار البلال، إضاءة ريم محمد، موسيقى إياد جناوي. هدول الكاست اللي أنا كتير يعني كانوا كاست المصممين اللي اشتغلوا معنا. اختياري لهذا النص هو يعني قد يبدو مفاجئ لكثير من السوريين، انه انا كنت عم بشتغل على موضوع الانسان السوري والحرب واثر الحرب على الانسان السوري، ولكن ما طلعنا بالمشكله الانسانيه عن التعب العام يلي عم بيصير بحياه الانسان، وطرحنا من خلال قصه الحياه الزوجيه. اختياري للنص كان بهي الطريقه، هو نص اجنبي مو سوري، لانه الهيئه وزاره الثقافه في عندها يوم وزاره الثقافه، وحبيت ان يكون من احد فعالياتها، والموضوع والكاتب بيتحملوا كنص عالمي ان يكون من ضمن فعاليات يوم وزاره الثقافه ابتداء، خليني اقول، ولكن هو النص بذهني يعني من زمان، فاجت المناسبه انه بي هذا اليوم ممكن أقدم نص عالمي، لأني أنا مصر على الموضوع السوري ومصر على موضوع أثر الحرب على الإنسان السوري. اختياري لهي المشكلة لأنه بظن هي مشكلة بتعني كل المجتمع، مشكلة المؤسسة الزوجية، دائرية العلاقات بالحياة الزوجية، المد والجزر واستمرارية بطريقة أو أخرى رغم كل المشاكل اللي بتصير بين الزوجين. يعني هي عملية نبش ومكاشفة بتصير بين الأزواج، اللي هي نحن بنعتبرها بشكل يومي، هي ما بتظهر للخارج، ولكن قد توحي لنا أنه الهيئات مستقرة. نحن بدنا نقول أنه هاي المؤسسة على رغم عدم استقرارها هي تستمر دائما، وإلا الحياة بتخلص وبتفنى. هيدا العرض بيحمل قيمة اجتماعية إنسانية، بيحكي عن مؤسسة الزواج، بس أنا برأيي أنه هو، أنا على حسب رؤيتي للعمل، أنه هو ما بس بيحكي عن مؤسسة الزواج، هو بيحكي عن أي اثنين بشريين عايشين مع بعض، كيف ممكن واحد بده يضل في حدا أقوى من الثاني. يعني واحد أحيان بيكون هو القوي، الثاني بيكون قوي. يعني أنا بعتقد حتى لو كانوا صديقين أو صديقتين أو أخ وأخت، أو بس نحن هون بتناولين الأزواج. هلا هو الكاتب ما يعني عم يحكي عن الأزواج تحديدا، بس عم لك أنا هيك، يعني أنا هيك رؤيتي لهيدا العرض. هلا أنا عم بلعب شخصية اسمه بالنص الأصلي جيل، تعرب الاسم فصار اسمه جمال. جمال هو شخصية مركبة، تبتدى الأحداث أنه هو زوج داخل على بيته حاليا مع زوجته اللي جايبته من المشفى، هو فاقد الذاكرة، فبتدور الأحداث من بداية العمل لنهاية العمل لنشوف أنه هل هو فاقد الذاكرة بشكل حقيقي، ولا هو عم يمثل أنه فاقد الذاكرة، ولا في فقد ذاكرة جزئي. أثناء هاي المسافة اللي هي تقريبا 45 دقيقة مسرحية وهي 45 دقيقة واقعية، نكتشف خلال هاي الفترة المعاني الحلوة بالحياة الزوجية، وبنكتشف كمان المعاني المخبأة ما وراء الحياة الزوجية، اللي بيجوز بناحية ما هي بالدين المؤسسة الزوجية كمؤسسة، هل هي ناجحة، هل هي فاشلة، هل هي بتحمل كم هائل من التناقضات ومع ذلك هي قابلة للاستمرار. أنا برأيي أنه كل شخص بيحضر العمل المسرحي قادر أنه ياخد شيء بيخصه من هذا العمل، لأنه الدائرة كتير واقعية، دائرة العمل هي دائرة كتير واقعية، ما يجري على المسرح من أحداث واقعي جدا، طريقة الأداء واقعية جدا، بيقدر كل حدا يحس أنه في شيء لامسه بهذا العرض. تختلف النسبة المئوية كل شخص شو بيحس أنه هذا العرض لامسه. أنتي ممكن تمتي وأنا بحبك، معقول ماني هديك شيء من رواياتك؟ هاديني أجمل إهداء ممكن تحلم فيه زوجي. مثلا كاتب لي إلى زوجتي، زوجتي وضميري الحي وحبي الذي أهيم به، ولكن لا أستحق. جمال ساحر.